بسم الله والابن والروح القدس إله واحد آمين. كل ما أقوله الأول صباح الخير، كل سنة وأنتم طيبين لإخوتنا المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك بالنسبة لهم. أبكي وكل البكاء الشديد على ما يحدث بمصر العظيمة وعلى الأفكار المتشددة وعلى الأعمال التي تحاول أن تسيء إلى وطننا. من يقف وراء اختفاء سالي نسيم بأسوان؟ ولماذا هذا التوقيت تزايد اختفاء القبطيات المسيحيات؟ احذروا إن الوطن في خطر. ومنذ أيام أتابع أزمة اختفاء أو اختطاف الفتاة القبطية الدكتورة سالي نسيم من مركز كومومبو، وهي تعمل بمستشفى أسوان وهي طبيبة بشرية. وتداول البعض وأكد إشهار وإعلان إسلامها بمنطلق كل الحرية، وهو لها مطلق الحرية في اختيار ما تشاء إن كان الأمر يتعلق بالفعل بفهمها الصحيح للأمور الدينية ورغبتها الشديدة في اعتناق ما تشاء. ولكن الحقيقة الأمر مختلف ومعتاد في حالات كثيرة سبق ونشرنا عنها، عن فتيات مسيحيات يعلن إشهار إسلامهن من خلال مقاطع فيديو يتم بثها على السوشيال ميديا، ولدي الكثير من هذه النماذج. ثم أيام وربما ساعات من بثها للفيديو تعود الفتاة لحضن أسرتها وتعيش حياتها بسلام إلى مسيحيتها، وتعتبر ما حدث ما خطأ وضعف مرت به مع تدخلات من قبل أطراف متطرفة تعمل على هذا الخط بهدف إثارة الفتنة الطائفية أو تربح المال. وقضية سالي نسيم قضية يجب الوقوف أمامها. سالي نسيم 30 سنة، هي من عائلة كبيرة بمدينة أسوان وتجد كل الاهتمام والحب، وهي طبيبة ناجحة تعمل بمستشفى أسوان، وهي كمثل غيرها من القبطيات المسيحيات، فهي هدف من قبل أصحاب القلوب المملوءة بالشر والكراهية للآخر، وهو ما يظهر معاناة القبطية في عملها مثل ما حدث من قبل مع حالات كثيرة. إنها كانت تعمل كالأخريات أو في بنات كانت بتشتغل في المنوفية وبني سويف والمنيا، ولكن بدأ الغير يرسم الخيوط حول الطبيبة سالي نسيم على اعتقاد أنها أصبحت غنيمة يلتفون حولها بهدف استدراج عقلها باللعب على أوتار ونقاط ضعفها. فكنت أشاهد في أماكن عمل كثيرة كيف يتم النظر إلى القبطية المسيحية التي تعمل معهم هؤلاء بعض الطيارات المتطرفة، ويكفي ما شاهدناه على الهواء للمذيعة التي أتأسف ما فعلته نجلاء الشرشابي عندما أحرجت ضيفتها القبطية المسيحية خبيرة التغذية ساندرا مكاري، وهي تطالبها بنطق الشهادتين بشكل أثار غضب الجميع ولم يحاسبها أحد، ويكشف مدى ما تحمله القلوب من مشاعر لا تتقبل الآخر كما هو. ولذا كانت سالي نسيم قريبة من الكنيسة، وهي من عائلة مرتبطة بالكنيسة، وتم إعادة نشر بوستات لها وهي تكشف مدى ارتباطها بالكنيسة وتنشر آيات وتراتيل، حتى إنه قبل الاختطاف أو الاختفاء حسب حديث أسرتها ذهبت للكنيسة لتنال الأسرار المقدسة
قبل أن تسافر للقاهرة في 20 مايو الماضي لحضور مؤتمر طبي، وبعدها اختفت أو اختطفت الفتاة، وتم نشر أوراق تفيد تغيير ديانتها وإعلان وإشهار إسلامها. ومن خلال هذا الملف الذي أصبح يشكل خطرا حقيقيا على الوطن ويستخدم من قبل تيارات تهدف للعبث بسلامة المجتمع والتعايش المشترك، نؤكد أن الأمر ليس متعلق بالدين نهائيا، وليس الهدف تغيير الديانة. وهذا من خلال عشرات الحالات السابقة التي ظهرت وأعلنت إسلامها على الهواء، ثم ما لبست وعادت سريعا وكانت كأنها مجرد لحظة ضعف لوجود أزمة أو مشكلة أسرية أو استغلال لنقطة ضعف أو ارتباط عاطفي، مما يؤكد أن الدين بريء من هذه التصرفات التي يروج لها التيار المتطرف بهدف إشعال الفتنة الطائفية، لسيما أنه يركز في اختياراته على أبناء العائلات الكبيرة والمؤثرة من أجل تحقيق هدفه بتحويل الساحة لمناخ من التراشق والكراهية. سالي نسيم فتاة ربما تم استغلال وجودها في العمل بمفردها كمسيحية من أجل استدراجها بطرق ما أسهل ما نظل ما تشاهده في استغلال من استغلال إلكتروني وانهيار القيم والأصول لتحقيق هذا التيار لهدفه، بمحاولة تأجيج المشاعر بزيادة هذه الحالات في الفترة الأخيرة، ومنها فتيات مسيحيات قاصرات لا يتعدى عمرهن 13 سنة، وكانت آخرهم فتاة بنفس المركز كومومبو مريم حافظ والتي عادت مؤخرا، وهو ما يكشف حقيقة هذه الطيارات التي تريد اللعب بمقدرات هذا الوطن العظيم رغم ما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود لتحقيق السلام المجتمعي والتحقيق بالحالات المختلفة. لا تسمح بإحراق الوطن من قبل هذه الطيارات، فالقضية ليست متعلقة بالدين مهما خرجت هذه الفتاة التي كانت تمارس شعائرها المسيحية لآخر لحظة قبل الاختفاء، ولم تأتي بيوم لتسأل أي كاهن بالكنيسة بشأن أمور تشكك في عقيدتها المسيحية، وهذا أمرا طبيعيا إذا ما رأت وبحثت أن هناك شكوك حول عقيدتها لذهبت وسألت قبل اتخاذ قرارها. فعلينا أن ندرك أن المستهدف من هذه الأحداث هو الوطن، وعلينا التصدي لهذا الأمر، ويجب أن يتم إحضار سالي وعزلها لأيام في مكان محايد وجلوس أسرتها وكان الكنيسة معها للوقوف على الحقيقة، وأيضا معرفة وملابسات ما حدث لها، لا سيما أن هناك أشخاص معروفين بالعمل في هذه الحالات الذين يحاولون دائما شد هؤلاء المسيحيات. ويبقى الحل الجذري لهذه القضية التي تهدد سلامة الأسر القبطية وتزعزع العلاقات والتعايش المشترك بين أبناء الوطن الواحد بضرورة وجود تقنين وقواعد منظمة كبديل لجلسات النصح والإرشاد الديني التي كانت تطبق قبل عام 2004 والتي تم إلغاؤها من قبل وزارة الداخلية. فيمكن تأسيس لجان مشتركة تضم المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ورجال من الدين المسيحي والإسلامي وأطباء نفسيين لمناقشة أي حالة تبدي الرغبة في تغيير الدين وهي من حقها، حتى نتصدى لاستغلال الدين في حالات قد تقف وراء عمليات مشبوهة، ونقطع الشك حول مخاوف الأسر بوجود ضغوط أو إكراه ضد الفتيات القبطيات المسيحيات، ونجدد مطالب الأقباط المسيحيين بأصوات ومطالب الكنيسة بسرعة تدخل فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الأوضاع قبل إشعال إشارات الكراهية واستغلال الحادث في إثارة الفتنة من قبل التيارات المتطرفة التي تحاول استغلال هذه الورقة لتهديد وحدة المجتمع، ولا سيما مع ذكرى 30 يونيو وقرب ذكرى فض أحداث ربعة. انظر، نشر القس أنطونيوس مجدي زكي تفاصيل اختفاء الفتاة القبطية سالي نسيم بعد سفرها من أسوان للقاهرة وتداول صور مزورة لبطاقة الرقم القومي وأشهار إسلامها. سالي نسيم ضحية جديدة، كلام كتير وإشاعات أكتر، هنا هتلاقوا الحقيقة. سالي سفرت وهي مسيحية واتقلب حالها في القاهرة، يعني إيه الكلام ده؟ سالي حضرت القداس وتناولت يوم 19/5 وسفرت القاهرة يوم 20/5، يعني قبل سفرها بيوم كانت في الكنيسة ومارست أعظم سر من أسرار الكنيسة المسيحية. سالي سافرت القاهرة بدون أغلب أغراضها ومتعلقاتها، سافرت
بشنطة سفر عادية فيما احتياجاته شهر فقط لا غير، ودي المدة اللي كانت هتقعدها في القاهرة. سالي ما رجعتش أسوان بعد سفرها من يوم 20/5 علشان تعمل بطاقة بديانتها الجديدة، يعني البطاقة اللي انتشرت صورتها دي مزورة وفي دليل جوه البطاقة نفسها، الصورة اللي موجودة في البطاقة واضح جدا إنها فوتوشوب، وده سهل على أي حد يعرف يطلع بطاقتك وقارن الصورة بتاعتك اللي في البطاقة بالصورة اللي في البطاقة المنشورة ليها، هتلاقي الفرق واضح. سالي ما عملتش إشهار، وده معناه إن ورقة الإشهار دي كمان مزورة، وده أسهل نعرفه لأن الورقة المنشورة من غير توقيع وده معناه إنها اتكتبت في غير وجودها. هتلاقوا في الصور بوستات، آخر بوستات منشورة على صفحة سالي الشخصية، بوستات عن الكنيسة وعن الكتاب المقدس، ودايما بتشوف مسيحيات كتيرة قوي قوي في فيديوهات طالعين بيقولوا إنهم غيروا ديانتهم بإرادتهم، وبعد كده بنلاقيهم بيرجعوا يعيشوا جوه بيوتهم وفي حضن كنيستهم فرحانين وفي سلام. ده يثبت حاجة واحدة بس، إن سالي حدوتة جديدة من مسلسل متكرر، الله أعلم مين اللي بيكرر هذه. وللأسف الشديد هناك ذبح وحرق 41 طفل بمدرسة داخلية مسيحية. في العاشر من ليلة 16 يونيو استعد طلاب مسيحيون أوغنديون في مدرسة داخلية للنوم وهم يرنمون ترانيم مسيحية قبل أن يتعرضوا بشكل مفاجئ لهجوم دموي، حيث تم قتلهم في أسرتهم من قبل متمردين يستخدمون خناجر هم أعضاء منظمة إسلامية إرهابية تدعى القوات الديمقراطية المتحالفة. هذه المنظمة ليست ديمقراطية على الإطلاق، بل مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. أي داعش شهود عيان قالوا إن المهاجمين كانوا يصرخون الله أكبر الله أكبر وهم يذبحون 41 شخصا بينهم 37 طفلا، كما اختطفوا 6 أطفال وقد سجنوا الطلاب الذكور داخل للأسف حجرة نومهم وأحرقوا محياء. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، نتمنى كل الخير لمصر، كل سنة وانتم طيبين. لا تنسوا الاشتراك في القناة، قناة الملكة والأمير، لو عجبكم الفيديو. انتظر تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة، كل الشكر والحب والتقدير.